متابعين معكم مشاهدي سبورة تي في بحلقتنا لليوم ببرنامج كل يوم بيومه، تنحكي أكثر بفقرتنا الحالية حول مدارس الأحد ودوره الكبير بالتنشئة الروحية والدينية والاجتماعية، واللي أكيد عم بتساعد أي طفل أو أي شاب بصقل شخصيته وتكوين علاقات اجتماعية اللي أكيد رح تفيده مستقبلا. لحتى نعرف أكثر حول مدارس الأحد ومدرسة مار قرياقس تحديدا الموجودة بالقاهرة بمصر، رح يكون معنا مسؤول مدارس الأحد أحد الأخ باسل والسوف لحتى يعرفنا عنه أكثر. أهلا وسهلا فيك أخ باسل عبر شاشة سبورة تي في. أهلا وسهلا فيك مريم، وانبسطت كثير تواجدي معك اليوم. شكرا باسل، نحن كمان أكيد سعيدين بوجودك معنا والمشاركة لحتى نعرف أكثر حول عمل مدارس الأحد مدرسة مار قرياقس. بداية إذا ممكن تخبرنا أيمت بلشت مدارس الأحد بالقاهرة بمصر وأيمت باشرت بمسؤولياتها؟ هلا مدارس الأحد القاهرة ابتدت من تقريبا 5 سنين. المسؤول عنها كان أو الأساس عمليا هو الأب الربان فيليبوس عيسى، المسؤول عن الكنيسة هون بالقاهرة، ولكن توقفت لفترة من وراء وضع الكورونا. وحاليا السنة الماضية نحن عملنا لها إعادة إحياء أو تجديد، وبلشنا فيها من أول جديد ومستمرين لهلأ. حلو كتير، إذا ممكن تخبرنا عن الهيكلية الإدارية حاليا لمدارس الأحد، يعني ذكرت أنه ربان فيليبوس أكيد نوجه له تحية على العمل اللي عم بيقوم فيه بكل المؤسسات، أنه هو اللي أسس مدارس الأحد، ولكن الهيكلية الإدارية كل الأشخاص اللي عم يشتغلوا لحتى تبقى مستمرة مدارس الأحد. هلا احنا طبعا الهيكليه عندنا الحد الاساسي جدا هو الربان، وهو المسؤول روحيا عن المدارس، وبعدين بيجي مسؤول مدارس الاحاد في دائما مساعد له. وبالنسبه للخدام نحن عندنا الفتره الماضيه كنا عم نحاول نتبع سياسه انه كل فتره حدا منهم يستلم المدارس لفتره معينه، مشان يكون في دائما شخص موجود الاحتياط في حال حدا صار معه اي ظرف، ودائما يكون في فكر متجدد وكل واحد يقدر ياخذ فرصته من قيادة المدارس ويكون متواجد بشكل دائم. تماما. طيب كمان إذا ممكن تخبرنا عن الأعمار والفئات المستهدفة، لأي أعمار عم تتراوح الأشخاص أو الأطفال خلينا نقول اللي عم بيكونوا متواجدين بمدارس الأحد؟ هلا احنا الاعمار عندنا عم تروح بين ال7 سنين لل15 سنه، واكثر الفئات المستهدفه حاليا عندنا بشكل كامل هي الفئة المراهقين، مشان يكونوا هن البنية التحتية الأساسية لنا مستقبلا بالوقت الحالي. أكيد إن شاء الله هيك تتوفقوا بهاي الخدمة ويكون إنشاء جيل لحتى يقدر يساعد أكثر بهاي المدارس. إذا ممكن تخبرنا كمان عن الأساليب المتبعة لحتى تتقدم المعلومات إن كانت الروحية أو الاجتماعية، بأي أساليب عم تتعاملوا مع هاي الفئات العمرية اللي منا أطفال ومنا مراهقين لحتى توصلوا الرسالة؟ هلا احنا بنتوزع الموضوع بين اذا كان اطفال او اذا كان مراهقين. في حال الاطفال بنقدم عن طريق لا نشاطات اللعب، لا بنعمل لهم مجسمات او ورطة وضوحيه. اما بالنسبه للمراهقين او الفئه العمريه اوكي للشباب، بنحاول باسل اكثر تكون دروس عن طريق باسل ممكن فيلم قصير باسل عم اجتماعي من تسمعني؟ خلاله نعطي الدرس الديني. باسل بنحاول دائما تكون عم تسمعني؟ يا مريم. اوكي رح نوقف لانه صورتك صارت اسف. صغيرة والانترنت كأنه كان صار سيء. اقعدوا هاوي؟ اوكي تعذبك، بس اذا تقدر ترجع تعيد الجواب عن الاساليب. الاساليب اوكي ما في اشكاليه. يلا تفضل. نبلش؟ اوكي، بالنسبه للاسلوب عندنا مختلف اذا كان بين المرحله الصغيره او مرحله الشباب والمراهقين. بالنسبه للابتدائي او المراحل الصغيره عندنا دائما بنتبع اسلوب الرسم، اذا ممكن عندنا بنعمل لهم مجسمات، بنحاول نعطيهم العبره من الحكمه من الكتاب المقدس عن طريق صور توضيحيه ومجسمات كاملة. في حال كان شيء من الصلصال أو عبارة عن شيء معمول يدويا هاند ميد. أما بالنسبة عندنا لمرحلة الشباب أو المراهقين، دائما بيكون الموضوع عن طريق فيلم صغير اجتماعي أو ممكن نقاش. بنبتدي الموضوع مع مرحلة نقاش، بنسمع هن شو عندهم، شو رأيهم بالموضوع، وبعدين بنعطيهم إياه. والفكرة الأخيرة إنه بنحاول يكون في دائما شيء نشاط جديد، مثلا ممكن نعمله مرة جلسة تأمل، مرة بنعمله مثل عشاء صغير، مرة فيلم، لحتى نقدر دائما نكون في درس متجدد ومتنوع.
أكيد دائما أي شخص بحاجة لحتى يكون في شيء جديد ويطلع من جو الروتين اللي هو متعود عليه. كمان هل ممكن دمج فكرة إنه يندمج الجانب الروحي مع الجانب الاجتماعي، وخاصة يمكن لمرحلة المراهقين، أو ممكن إسقاط الجانب الروحي على المواضيع الاجتماعية؟ تماما. ما نحن بلشنا دائما بلش عندنا الدرس بموضوع اجتماعي مثل ما قلت لك من شوي، من خلال نقاش نسمعهم فيه او من خلال قصص بحياتهم او قصص صايره معهم نمشي فيه للدرس لحتى اخر شيء نسقطه على قصه او مثال من الكتاب المقدس او قصه روحيه صارت. حلو كتير. طيب بالنسبة لهاي المواضيع أو النقاشات، هل كل الخدام أو أنت المسؤولين لحتى تقدموها، أو أبونا فيليبوس، أو ممكن حدا من أحيانا مثلا خاصة المراهقين أنه ممكن هن يشاركوا بإعطاء ولو جزء بسيط من الموضوع؟ ما نحن اول شيء دائما في عنا خاصه الفتره الاخيره كنا متابعين هذا الاسلوب. قبل باسبوع نعطي عندنا الطلاب المراهقين او مرحله الشباب الدرس اللي بدهم ياخذوه ليكون عندهم يحضروه قبل ويجوا يعطونا هن جزء منه او يعطونا فكره او اي شيء. وبالنسبه لنا نحن دائما بنحاول لا ما نسال ابونا لا ما اي حدا منا عمل كورس خارجي او عنده اي خبره موجوده، ممكن نعمل سيرش بالجوجل لحتى ناخذ معلومات وثيقه 100% بعدين نرجع احنا نطبقها باسلوبنا وشخصيتنا المستقله. تمام. بس هاي بالنسبة للمراهقين، ولكن مع الأطفال خلينا نقول، هل في منهج معين ممكن تلجأوا له يكون فيه مجموعة من الدروس اللي هي خاصة بالأطفال، ممكن تساعدكن بتقديم المعلومات بتراتبية معينة أو بتسلسل معين يساعدن أكثر؟ نحن هون دائما نلجأ أول شيء لأبونا فيليبس لأنه هو بيكون عنده الأصيل التقويم الكنسي، ودائما بيكون عندنا كل شهر أول بداية الشهر بنحط خطة لكل شهر على الأحداث الكنسية الموجودة، أو إذا مثلا فترة صيام شيء الدروس اللي لازم تتاخد، إذا فترة القيامة. وهون في مصر عندهم شيء مثل مهرجان صيفي بيعملوه بين الكنائس، فكمان نحن فترة الصيف بنستخدم الكتيبات بتاع المهرجان عشان نعرف الدروس حتنعطى على أي أساس. حلو كتير. أكيد حلو الواحد يستفيد من كل المقومات أو الخيارات اللي عم بتكون موجودة. هل في نشاطات معينة كمان عم بتقوموا فيها إلى جانب المواضيع اللي عم تنعطى خلال الاجتماع، أو حتى خارج وقت الاجتماع عم بيكون في نشاطات ترفيهية اجتماعية عم تقرب أكثر الأعضاء أو الأطفال من بعض؟ أكيد عم يكون عندنا نشاطات، وحاليا عم نحاول نظبط لهم نطلع نشاط خارج برات الكنيسة، ولكن بالوقت الحالي أغلب نشاطاتنا كانت محصورة بنطاق الكنيسة وبنطاق الخدمات تبعها. نحاول قد ما فينا خاصة عندنا فكرة الشباب المراهقين عندنا إنه ينخلطوا بكل النشاطات وخدمات الكنيسة، إذا كان ككشاف، إذا كان في عندنا مثلا عندنا نشاطات تزيين الكنيسة بنخليهم يشاركوا فيها، إذا حابين يحكوا شيء أو عندهم أي شيء بدهم يقولوا لنا إياه، كان هذا بنعتبره مثل نشاط خارجي لإلهم، بنضل نحن معهم. وآخر شيء في عندنا مثل شيء عاملينه مثل مساحة أمان صغيرة، أي حدا فيهم بعد ما خلص الدرس وهيك مثلا عنده موهبة ممكن يطلع يعملها، يعني مثلا حدا من الأطفال مرة إجا عملنا ماجيك تريكس، مرة حدا تاني إجا صار يعزف. هاي كمان كثير عم نركز عليها إنه نحاول كمان المواهب اللي عندهم نساعد انه يظهروها بأبسط طريقة ممكنة. حلو كتير، وأكيد هذا الشيء عم بيحسس إنه هاي المساحة هي المساحة الآمنة والمريحة لإلن. هل سبق وصار في مخيمات خاصة بمدارس الأحد ولمختلف المراحل العمرية؟ لا حاليا لسه ما صار هيك شيء، بس مستقبلا ممكن. تمام. طيب هل عندك خطة معينة لحتى يزداد، أو خلينا نقول يكون عامل جذب للشبيبة والأطفال لحتى ينخرطوا أكثر بمدارس الأحد؟ هلا هي عمليا مو مثل الخطة او عامل جذب، بس نحن هون عم نحاول نتبع قد ما فينا مبدا انه مدارس الاحاد عندنا ما تكون عباره عن مدارس دينيه واجتماعيه بس، وما تكون عباره عن خادم ومخدوم او انه تعالوا خذوا درسوا، لا عم نحاول قد ما تكون علاقاتنا معهم علاقات صداقه، علاقات اخوه، اي مشكله بتصير معهم اذا كان داخل مدارس الاحاد او خارج او بحياه العامه نكون نحن موجودين معهم، وحتى نحن متواجدين معهم على الواتساب او على التليفون 24 24 خلال الاسبوع. اي حدا منهم بيصير معه اي شيء، اي حدا بيكون متضايق، اي حدا بيكون بحاجه بس رفيق يحكي معه، في يتواصل معنا بكل بساطه، وحتى هاي يكون اكبر عامل او اكبر ميزه لنا، يعني برجع بقول لك مو عامل جذب
بس حتى تكون هذا محلهم والكنيسة كنيستهم. أكيد هاي نقطة مهمة كتير، بس اللي ذكرت أنه الكنيسة هي كنيسة، أنه هذا المكان هو لألن لحتى يرتاحوا ويتشاركوا بمختلف الأفكار أو المشاعر اللي عم بيعيشوها، خاصة بهاي المرحلة. حسب هاي الخبرة من 5 سنين لهلا، هل عم بتشوفوا زيادة بالعدد الأطفال أو حتى المراهقين الشبيبة من سنة لسنة عم يزداد العدد؟ هلا هو في تزايد بطيء شوي، بس انه في تزايد يعني، بس برجع بقول لك بطء، ما كثير هالتزايد، بس في تعلق صار اكثر، في صار ثبوتيه اكثر بالكنيسه. حلو كتير. طيب اليوم برأيك كمان، وحسب هاي الخبرة بالتعامل مع الأطفال وأيضا المراهقين، شلون عم بتأثر مدارس الأحد في صقل الشخصية، صقل شخصية الطفل وأيضا صقل شخصية المراهق؟ الشيء اللي نحن لاحظناه فيهم انه عم يصير في تغيير لو طفيف بالافكار تبعيتهم، يعني وجهه نظر لمواضيع كانوا بالاول رافضينها حاليا بلشوا يتقبلوها، او مواضيع كان بالنسبه لهم هي عم تكون شيء صحيح، هلا لا صاروا عم يفكروا اكثر، عم يكون في عندهم دراسه عمليه كمان اكثر لاي موضوع، وعم يكونوا متقبلين الراي الاخر. تمام، يعني اي شيء عم نرجع نقول لهم يا عم نحكي معه، صار في تقبل بشكل اكبر من قبل بكثير. أكيد دائما الحوار والأفكار الجديدة اللي عم تنطرح أو لمجرد النقاش فيها عم بيصير في انفتاح أكثر على الآخر وقبول أفكاره. بس اليوم في كتير مدارس أحد بمصر بمختلف الكنائس، ولكن إذا بدنا نحكي تحديدا عن مدارس الأحد، مدرسة مار قرياقس بالكنيسة السريانية بالقاهرة بمصر، إيش اللي عم بيميزها عن باقي مدارس الأحد؟ هلا اللي هو الشيء انا بحسه مميز فيها انه نحن عم نترك لهم المساحه تبعهم، انه نحن هون جايبينهم لنساعدهم لينموا شخصياتهم، مو نحن نفرض عليهم شخصيه معينه او افكار معينه. نحن جايين نشوف شو في عندهم، شو البذور المزروعه فيهم، ونساعدهم لتصير ثمر نافع. حلو. طيب بالنسبة للكنيسة السريانية بمصر، هل في لها خطة معينة بالنسبة لمدارس الأحد، إن كان لتغيير خطة العمل خلينا نقول، أو تطويرها، أو ممكن أي شيء بسيط، هل في خطة معينة من قبل الكنيسة وإدارتها لمدارس الأحد؟ اه في عندنا خطط حاليا، واغلبها متجهه نحو يصير عندنا مخيمات ونشاطات خارجيه برات الكنيسه، وحتى ونخلي الاولاد عندنا ينخرطوا بشكل لسه فعال اكثر بالخدمات الثانيه، مو بس بشكل بسيط، يكون هن لهم وجود مثبت وعملي بشكل اكبر، اذا كان في حال كانوا شماسين، او في حال بالكشاف، او باي خدمه ثانيه هي محتاجين وجودهم فيها. حلو كتير. كمان باسل، أكيد فترة الخدمة اللي هي 5 سنين وتخللتها فترة الكورونا اللي أكيد أثرت على كل العالم، في صعوبات كتيرة ممكن أو قليلة حسب يعني ممكن تواجه أي عمل أو أي مؤسسة، فإيش الصعوبات اللي عم بتواجهكن أثناء الخدمة بمدارس الأحد؟ هلا يمكن نحن اكثر صعوبات موجوده هي بين الفكره بين مصر وسوريا، الاختلاف بيناتهم لو كان اختلاف بسيط بطريقه التعامل، طريقه التفكير، حتى بطريقه الدروس المنطرحه، يعني نحن ممكن نطرح بطريقه هن عندهم طريقه ثانيه، فبس عندنا هاي النقطه هي عم تكون شوي صعبه بالموضوع. وأغلب الخدام والمخدومين هن من مصر وسوريا لحتى عم بتلاقوا هاي الصعوبة؟ اه نحن بالعكس الوجود المزيج بين المخدم او مخدومين من سوريا ومصر هو اللي ساعدنا حتى نتخطى هاي الصعوبة. حلو كتير. طيب الخطة المستقبلية ممكن تخبرنا عنها باسل، إيش الخطة بالمستقبل للسنوات القادمة بالنسبة لمدارس الأحد؟ هلا الخطة المستقبلية عندنا انه مثل ما قلت لك نحاول نحول اطفال مدارس الاحد لبنية ثابتة للكنيسة، لحتى اي حدا منا ظروفه تخليه يطلع او يصير معنا اي شيء هن موجودين متواجدين، حتى هن يستلموا الخدمات الموجودة بالكنيسة مستقبلا ويكونوا هن يلي بعدنا. أكيد إن شاء الله تتوفقوا بهاي الخدمة وتحققوا هذا الهدف والخطة اللي عم تمشوا عليها. الرسالة اللي تحب توجهها من خلال شاشة سوبورو تي في، إن كان للأهالي أو للمخدومين فيما يخص مدارس الأحد ومراكز التربية الدينية. هلا بحب بس وجه رسالة صغيرة عندنا لهم، إنه يعطوا أولادهم حرية أكبر، تمام؟ ويوثقوا شوي بموضوع إنه لما أولادهم عم ينزلوا مدارس أحد أو عم ينزلوا أي مكان، هن كمان هن داعمين لهم،
هن عم يحاولوا يوجهوا لهم معهم على نفس الطريق، مو عم يحاولوا يعطوا اي فكره جديده او مثلا شيء هن خارج الشيء اللي هن عم يحاولوا يعطوني. فبحس انا هاي اكثر رساله ممكن اوجهها، انه يكون في ثقه اكبر بالتعاون بين الطرفين. أكيد رسالتك وصلت بس لكل حدا عم بيتابعنا وعم يسمعنا عبر شاشة سوبر تي في. شكرا لكل المعلومات اللي شاركتنا فيها. بكلمة أخيرة تحب توجهها لكل حدا عم بيتابعنا. هلا انا كلمة اخيره بحب اقول، اول شيء شكرا كثير لكم، لانه كثير عم تهتموا بالكنيسه السريانيه هون بالنشاطات اللي عم نقدمها، يعني هاي نقطه كثير رائعه منكم ونحن جدا مشكورين لكم. واخيرا انه تشرفت بمعرفتك واللقاء الجميل اللي كان معك. شكرا شكرا لكم لكل الأشخاص اللي عم يخدموا بالمؤسسات الكنسية إن كان بمصر أو بمختلف دول العالم، لأنه هن الأساس بالخدمة والتنشئة المسيحية من المراحل العمرية الصغيرة وحتى المراحل الأكبر والأكبر. شكرا كثير لك أخ باسل وسوف، مسؤول مدارس الأحد مدرسة مارق رياقس بالقاهرة بمصر، وموفقين دائما بهاي الخدمة، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا.